هيبقى صرح عظيم يخلد ذكراك. مظبوط. بعد الانتهاء من بناء الهرم عندك مهمة ما تقلش أهمية يا إم حتب، الإشراف على كل ما يخص المجموعة الجنائزية والهياكل الاحتفالية الخاصة بي جوه الهرم. طبعا يا سيدي. بس إيه رأيك في الخطة؟ ولا أحسن ساحر؟ خطة إيه يا سينو؟ أنا اللي قلت لك عليها وإنت ساعدتني. أيوة صح، بس ما تنكرش إن المعلومات اللي قلتها لك هي اللي نجحت الخطة. أنا مرضتش أقول إنه هيبني الهرم في منطقة سقارة وإن في أهرامات هتتبني بعده أكبر وأضخم، خفت يزعل وما يبنيش الهرم. صحيح، تفتكروا هو لو ما بناش الهرم لما نرجع هنلاقيه في مكانه ولا لأ؟ متهيألي لأ، هيبقى ما تبناش من الأول. الموضوع ده لازم له تفكير.